مشان بس هيك نتنشط ونصحصح ونبدأ نهارنا بنشاط وبحيوية. في صبية سألتني إنه كيف القهوة بتطلع معاكي هيك بوجهي هيك بتطلع حلوة. القهوة مجرد ما تحطيها على الغاز ما تحركيها في الملعقة، وبمجرد ما تغلى يعني تطلع ترتفع لفوق خلاص طفي تحت النار وحطيها على جنب 10 هيك 5 دقائق أقل، وبعدين صبيها بضل معاك الوجه بجنن وما أحلاه. يعني قبل ما يطلع الأولاد على المدرسة سألتهم يا ماما شو حابين تتغدوا اليوم، فكان في اقتراحات. يعني بنتي كالعادي يعني ماما شو رأيك تعملي لنا شاورما، بنتي الصغيرة ماما عملي لنا دونات. تخيلوا يعني بحكي لهم شو تتغدوا بتحكي لي دونات، وابني الكبير يعني بديش احكي لكم شو حكى عشان ما تنصدموش يعني. المهم فاختكم ام الياس اختصرت، رحت ايش عامله طبخت، طلعت كيس هاللوبيا اللي عندي بالفريزر، انتم عارفين احنا بنحب نستغل كل شيء من الفريزر، بس لانه ابني لو يعني تدفعي له مليون دولار علشان ياكل لوبيا مستحيل. بالعدد عملت مثل ما بيحكوها يعني صحن، او يعني شفتوا هذا الصحن الصغير الزبدية تبعت الشوربة الصغيرة مش الكبيرة، عملت فيها صحن ملوخية لابني واحنا عملت لنا لوبيا. ف يعني حتى من كتر ما هي كانت صغيرة الملوخية كان كميتها قليلة يعني عملتها بطريقة هلا بتشوفوا بصراحة طلعت كتير كتير زاكية وكلهم صاروا بدهم يأكلوا منها سبحان الله شنو كميتها قليلة. هو أنا بصراحة ليش ما بكتر، لأنه أولادي ما بيحبوش الأكل البايت، فبتعمد إني أعمل الأكل إنه تخلص بنفس اليوم. فكان عندي هيك شوية كم مهم إنه ليش أنا طالع برا، لقطت قطفت يعني شبين كم بس هدول قطفت بس كم عود ملوخية، هم مش كتار يعني هم كم عود أساس إن أفرطهم وأفرمهم، حتى فرمتهم على المفرم بطريقة بحكي لكم يعني علشان هم خلال كان كان كانوا بحكي لكم بغلبوا سبحان الله، مش مثل ما انت بتخيلوا انه لما بتكون كميتها قليلة فرمها سهل. حسيت انها لما بتكون كميتها كبيرة بيكون فرمها اسهل. وعقول حال انا يعني من جديد صرت افرم على محضرة الطعام، بس من كتر ما كانوا خلال لا حكيت خليني افرمهم على المفرمة اللي هي الفرامة، فرمت الملوخية اللي بتعرفوها. ما خدوش معي يعني وقت، بس كانوا بغلبوا شوي لأنهم بدك تضلك تلم فيهم هيك. فعرفتوا كيف. المهم بس هيك حابة أحكي معكم في موضوع بالنسبة لرجعة المدارس وتنظيم الأولاد تنظيم البيت وهيك. بلاحظ إنه يعني أنا زمان كنت يعني موظفة، كنت موظفة يعني أشتغل في روضة، فكنت ألاحظ إنه أول أسبوع الأولاد الصغار يعني تخيلوا أولاد 5 سنين و4 سنين يعني بستان وتمهيدي كيجي 1 كيجي 2 حسب تسميات اللي عندكم، كنت ألاحظ إنه الأول أسبوع الأولاد يضلهم منكدين ويضلهم قدينها نايمين. يعني تخيلوا يضلهم نايمين في الصف. فلما أرجع يعني أتواصل مع الأهل إنه أعرف شو السبب ليش هيك الولد، يحكوا لي الولد سبحان الله تعود خلص على نمط معين انه يضلهم طول الليل صاحيين وطول النهار نايمين. طب ليش يعني شو بيجبر ولد صغير يضل صاحي طول الليل؟ فيعني فهذا الاشي يعني فبشكل اشي طبيعي انه في فيما بعد انه الولد خلص تعود انه يضله طول اليوم يعني انه يضله نايم في الروضة، عفوا تعود انه بده في النهار يضله نايم ولما بيجي على الروضة يقضيها والله يقضوها نايمين مش مبالغة، يعني طول الوقت حاط حتى يعني احزن عليهم انه يعني طول الوقت حاط في راسه على الدرج ونايم. فاللي بدي احكي لكم اياه انه المفروض انه قبل ما انه يرجع الاولاد على الدوام، يعني خلينا نحكي قبل 2 3 أيام انه نبلش نعود الولد، حتى قبل باسبوع ليش قبل 2 3 أيام نبلش نعود الاولاد انه يرجعوا يناموا طبيعي بشكل طبيعي. ولو انه الأصل يا جماعة الخير إنه خلاص هذا ولد في إله ساعات نوم، يعني إله وقت معين إنه خلاص لازم ينام فيه. طب والله العظيم إحنا أنا هون عايشة في يعني في حواري، إحنا عايشين في قرى، يعني الحارة اللي أنا عايش فيها يا جماعة الخير يعني تخيلوا إنه ولد 3 ساعة 2 ساعة صوتهم طالع بالشارع بيلعبوا
طب هذا الاشي صحيح؟ والله مو صحيح. بس سبحان الله هيك هم بتعودوا، يعني الاهل جوا سهرانين والاولاد برا في الشارع بيلعبوا بنطوا، ولو انه يعني هذا الاشي يعني برضو مش ماخدين راحتهم كتير بسبب الجولات الليلية، فاهمين علي؟ يعني بيجوا فجأة على غفلة، بيجوا بالليل مداهمات، يعني فاهمين علي، بديش احكي اكثر من هيك. ف يعني بدي احكي شغلي بس للام، انه انت لما تكوني منظمة اولادك، معلش انا اليوم طالع من موضوع الطبخ لانه انتم كلكم عارفين كيف، مش 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 هدفي انه نطبخ، هدفي انه هيك ندردش ونحكي مع بعض. انت لما تكوني منظمة ابنك، انا بحكي كمدرسة، ك يعني كنت اتعامل مع اطفال وكنت اشوف الولد، والله العظيم يا جماعة الخير، الولد اللي اهله منظمينه، بنام بدري، بصحى بدري، بفطر الصبح بدري، كان استيعابه احسن، تحصيله احسن، تركيزه احسن، ضله نشيط طول اليوم، نفسيته احسن، والله نفسيته كمان احسن، وتفاعله مع الولاد احسن، بعكس الولد اللي يعني مقضيها طول الليل صاحي من بنام ومخربطين نومه وحالتهم هالي. فانتي يعني بالنسبة، انا بحكي للام، انتي لما انتي تكون امورك هيك مخربطة في البيت، انتي كيف عارفة تنظمي امورك؟ يعني اولادك، لا ما يعني جوزك بده يروح من الشغل عند المؤاخذة، كيف وانت بدك تلحقي تخلصي شغلك؟ متى راح تكوني مخلصة شغل؟ متى راح تكوني طابخة؟ متى راح تكوني نايمة ومرتاحة؟ يعني ليش احنا نعمل في حالنا هيك؟ بالعكس، الام الشاطرة هي اللي بتنظم اولادها، عطيتهم خلص وقت معين يناموا فيه، وقت معين انهم يصحوا فيه، هذا الوقت بدي ارتاح فيه، اعمل لي هيك فنجان قهوة اقعد ارتاح. انتي نظمي حالك ونظمي اولادك. انا بحكي ك يعني بعتبر حالي انه انا يعني اكبر منكم، اتوقع يعني عمري يعني مش صغير انا، فبحكي بالتجربة ومن خبرة، وحكيت لك كمان بالمقتبل برضو قبيل انه انا كمان اشتغلت وكنت موظفة وبعرف هاي الامور. نظمي امورك، يعني خلي في مثلا وقت للنوم، وقت للراحة، وقت لتدريس الاولاد، وقت انه تلاقي تقعدي في مع الاولاد تلعبوا يعني العبي مع اولادك، انبسطي معهم، دردشي معهم، خليكي صاحبتهم، كوني صديقتهم، ستكون انتوا هيك امكم، انتوا اولادكم، انتوا بتكبري في عينهم لما بشوفوكي هيك. فمش عارف، ربنا يصلح الحال. يعني فعلا انا شغله انه اشوف الاطفال في الشارع في الليل، انها هاي بتضايقني كثير. والله العظيم احيانا كنا نطلع على نفتح باب الدار ونحكي لهم ان شاء الله روحوا ناموا، بدنا ننام، يعني الزلمه صاحي من الصبح بده ينام، بده يرتاح، الاولاد بدهم يناموا، معودين واحنا عندنا بالبيت بننام بكير، من صوت الاولاد وصراخهم في الشارع مش عارفين نرتاح، مش عارفين، يعني حتى انتم مأثرين على الجو الاجتماعي في الحاره، مش بس مأثرين على حالكم، يعني سبحان الله النظام في البيت بينعكس على الناس في برا. فسبحان الله، كل ام كل ولد بيعكس الصورة، يعني بيعكس صورة البيت عندهم في البيت، بيعكس الصورة اللي عندهم في البيت. لما انا اجي اشوف ولد ما شاء الله تبارك الله مرتب، نظيف، مصحصح، نشيط، بعرف انه هاي امه ما شاء الله دايرة بالها عليه، مهتمة فيه، يعني نفسيته حلوة. لما كنت اشوف ولد يعني مبهدل، ومش مبهدل يعني هيك تحس انه امه ملبسه من قبل ما ينام عدم مؤاخذة، خلص يعني تنتبهوا لهالاشي، ملبسه منيمته على الصبح خلص يكون جاهز، الله اذا نام زي العالم، اذا اخذ ساعات نوم كفايته، طول الوقت نايم منكد، والله انا منكد وزعلان، مش مصحصح، ومش طايق حدا يحكي معه، وحتى لما ولدي يطب فيه بيعمل بدوش يحكي، معصب وبزعل، وبده بس كل تفكيره بدي اروح بدي انام، والله كان يحكوا لي اياها، بدي اروح بدي انام، تخيلوا يعني لوين. فيعني انا بحكي للامهات تحديدا، يعني اللي عندهم اطفال صغار بالعمر اللي بيروحوا على روضات وهيك، نظموا اولادكم، نيموهم بكير يا جماعه، يعني حرام حرام والله انكم تظلموهم. طيب والله حبيت هيك اطلع شوي من روتين الحكي اليومي، يعني احنا هون حكيت لكم انا اكثر من مره، احنا انه القناة هاي مش عشان نتعلم طبخ، لا، بس هيك يعني تبادل خبرات، حكي، دردشة،
نعطي بعض هيك يعني تحفيز، انه مثلا يعني انا هلا عم بجلي مش عشان اعلمكم على الجلي وعلى التنظيف، لا طبعا، يعني علشان بس نعطي بعض افكار. بالنسبه للقفصات عندي كهدول لهم زمان فدخل عليهم مي وصار صعب انه الايد تفوت فيهم تدخل فيهم. طبعا اكيد كثير ناس بيعرفوا الطريقه، انه بنحط بنشفهم كثير منيح، وبعدين مرات بنشفهم بالسشوار وبحط فيهم بودره، بودره الاطفال العاديه. اذا ما في عندك بودره حطي نشا، والنشا كمان بحكي لك احسن وافيد كمان، وبتنحل المشكله. حتى لو كان القلفز كمان صغير على ايدك برضه هذا بيساعد، بيخلي العمليه اسهل. فحكيت لكم انه انا هون عم بجلي مش عشان اعلمكم على الجلي، كلكم تعرفوا تجلوا، كلكم تعرفوا تشتغلوا، عشان بس ايش ننشط بعض، نحمس بعض، نكون نخلص شغلنا. عندك طبخه تعمليها، عندك عرفتي كيف. بدي احكي شغله بالنسبه للامهات اللي اول مره بيودوا اولادهم على المدرسه، صراحه يعني بكونوا هيك ملخبطين ومش عارفين يرتبوا امورهم هيك. فيعني هي نصيحه، كنا نشوف امهاتنا كيف كانوا يعملوا، فحابه واحنا عملناها زيهم، وانا برضو حابه انقلها لكم الخبره. انه طبعا بحكي لكم الاشي ببلش من قبل باسبوع، مش من نفس الليله، انه نعود اولادنا انهم يناموا. صحيت ابني الصبح بغسل له وجهه، بلبسه، بغير له كل يوم، كل يوم يا جماعه والله معلش انا بحكي لكم كنا نشوفه، يعني كل يوم غيري له ملابسه الداخليه. حتى لو انت هذاك اليوم كانت الدنيا برد وما حممتيهوش، كل يوم اول ما يصحى غيري له ملابسه الداخليه، لانه عيب عيب ولد صغير يجي على الروضه، يعني عدم اخر بفوت على الحمام وبيطلع مش بدنا نرفع له البنطلون، يعني عيب لما يكون الولد مش نظيف او ريحته مش حلوه. غيري له اواعي الداخليه، غسلي له، مشطي له، له شوية برفان أو عطر هيك خفيف، ما تحطوا له كمان، ما تحطوا هاي العطور اللي ريحتها قوية جدا، يعني أنا مش مجبورة أجي أشم ريحة، يعني بجوز إنها بالنسبة لي تكون مش مقبولة، أو في معلمات عندهم حساسية ما بتحملوا هذه الريحة. وبعد هيك أكون مجهزتي له هيك فطور خفيف جدا، يعني نحاول إنه نبلش معهم بفي بروتين. كمان هاي النقطة يا جماعة، والله إني بحكي من أشياء إنها إذا بتسمعوها إنكم لا تستفيدوا منها. بالنسبة للفطور برضو في اشي كتير كتير مهم، لا تبلشي الطفل، لا تبلشي معه النهار في اشي حلو، اشي مسكر. يا جماعة انتو لما بتعطوهم اشي حلو انتو ما بتعرفوا شو بيعملوا في المدرسة او في الروضة، بصير عندهم فرط حركة شديد، بالذات الاولاد اللي هم بالاصل الله غالبهم عندهم فرط حركة. لا طبعا، شو يعني فرط حركة؟ يعني الولد تركيزه معدوم، مفيش تركيز طول الوقت، بتضارب مع الاولاد اللي جنبه، بعاية بدوش يقعد، بدوش يركز، اهم اشي انه ما في تركيز اهم اشي. وبده يضله بس رايح جاي على الحمام كمان من كثر ما من فرط الحلويات اللي اكلها. الولد الصغير اول ما يصحى يا جماعة نبلش معه في البروتين، ما تبلشوا معه بالحلو، اعملي له سندويشة لبنة، سندويشة جبنة بيضة، بيضة مسلوقة، شفتوا علي كاسة حليب مثلا. الحلو ما تبلشوا معهم، ورجاء رجاء لما بدك تيجي تعملي له برضه اللانش بوكس او السندويشات، انك ما تحطي له سندويشة شوكولاتة او تحطي له حلويات كتير في شنطته، او تعطيه فلوس يروح يشتري مبلغ وقدره حلويات من الروضة. اقسم بالله انه الولد قبل الفرصة بيكون شكل، كمان هدول الاولاد برضو اللي بيكونوا برضو جايين ومش فاطرين ومعطينهم اهل فلوس اساس انه خلص بتشتروا من المقصف وخلص، والله لو تشوفوهم بعد المقصف لانتو ما ترضوش تعطوهم فلوس وتحكوا لهم خلص هاي الاشياء حطينا لكم حاجات، اعطوهم حاجات يستغنوا انهم يشتروا من المقصف. حطوا لهم فواكه، حطوا لهم سندويش جبنة صغيرة، ما تكتروا لهم برضو، يعني هذا طفل مش راح يكون قادر انه في خلال مثلا فترة قصيرة يخلصها، بده هاي الفترة بده ياكل فيها، بده يلعب فيها، بده يروح على الحمام فيها، فيعني راح يكون وقته ضيق. حطوا له سندويشة صغيرة اللي خلصها، لانه على هيك هو افطر الصبح، فبده ياكل هسه سندويشته في الفرصه، بعد هيك بده يتحلى. شو بده يتحلى؟ بده يتحلى شوكولاته؟ طبعا لا، بالنسبه لي يعني انا قلت لكم انا بنصحكم كوني حاطه له باكيت حليب، فيه بيجي حليب يعني ما فيش فيه سكر، حطي له حبه تفاح، حطي له خياره، حطي له اشياء مثل هيك يعني اللي تكون مفيده له، ستكون هو اصلا راح يستغلي. بس يروح يحكوا له يلا يا ماما شو اليوم انت اشتريت باغراضك ولا لا،
راح يحكي لكم لا ما اشتريتش لاني تشجعوهم انهم ما يشتروا، تشجعوهم انتم انهم ما يشتروا من المقصف، لانه والله كل الاشياء بتضر وما راح تفيده. واحكوا له يلا ها هي الحصاله تعال افرجيك شو بدنا نعمل فيها اليوم، وحطوا له الفلوس اللي جابها من الروضه حطوها في الحصاله، شوفوا له راح يكون سعيد هذيك اللحظه. طيب في اللحظه في خلينا نحكي عن الوقت اللي بيكون في الولد في المدرسة أو في الروضة، أنا بحكي يعني مش بس عن طفل الروضة، أنا بحكي عن طفل من أول من من أول ما يروح على الروضة لحد ما صف رابع وخامس، هدول طبعا اللي بنحكي عنهم إنهم ما عندهم قدرة إنهم يعني يعني بيعملوش أمورهم لحالهم. طيب في هاي الفترة اللي راح فيها ابنك على المدرسة أو الروضة، شو احنا انت لازم في هاي الفترة انت لازم تستغليها، هاي كنز، هاي الفترة كنز، كنز بالنسبة لإلك طبعا، هاي كنز الفترة لانه انت رايحة تقدري تعوضي فيها كل الشغل اللي مش قادرة انك تنجزيه بوجود الاطفال الله يحفظهم، انك تعمليه في هاي الفترة. واول اشي انك رايحة تعمليه في بعد ما انهم يطلعوا على المدارس او على الروضات او على الجامعات او اي اشي، اول ما يفضل البيت عليك وجوزك يطلع من البيت، اول اشي رايحة تعمليه انك انت رايحة تعطي لنفسك وقت انك ترتاحي فيه، وهذا هو اهم اشي. يعني احنا مش ماكنة، احنا جسمنا بحتاج انه يرتاح لانه لازم نجدد طاقتنا علشان لسه امامنا يعني معركة، بمعنى الكلمة امامنا معركة، انتوا عارفين يعني كلكم فاهمين علي شو هذا الفصل. برتاح باخذ لي كاسة نسكافيه، بفطر اذا ما كنتش فاطرة مع اولادي، بريح جسمي، باخذ لي شاور، بعمل اللي بدي اياه فيه، باخذ لي ساعة راحة يعني ساعة، اذا بدي انام برضو انام لي هيك ساعتين زمن، برجع بصحى، برجع بشوف شو علي شغل. اشي طبيعي انه الاولاد لما صبح بدهم يطلعوا البيت رايح يتكركب، بفوت على غرفهم برتب اواعيهم، بجهز لهم الدخول تبعونهم، مع انه الاصل انه احنا نعود اولادنا انهم خلص هذا مكان اللي انا كنت نايم فيه لازم ارتبه، لازم يضل مكان نظيف. وطبعا هاي هي التربية الحديثة طبعا، انه الاولاد لازم يعتمدوا انهم يخلصوا شغلهم لحالهم من دون ما احنا يعني يتعود ان احنا دائما لازم نعملهم اياه. يا الله شو نفسي لو هذا الحكي اللي بدي احكيه يسمعوه اولياء الامور اللي كانوا اولادهم يجوا عندي بالروضة، شو بتمنى لو هم يسمعوه شو كان راح يستفيدوا ويريحونا من امور كثير يعني احنا كنا نعاني منها في الروضة مع الاطفال. المهم انت خلصتي شغل البيت، طبختي، جهزتي الاكل اللي بدك تعمليها، جهزتي امورك، جهزتي حالك انك تستقبلي ابنك اول ما يروح من الروضة. شو استقبله؟ شو هو جاي من سفر؟ ففعليا انت فعلا لازم تستقبل ابنك، ولازم تعوديه دائما انه انت انه ابني لما يروح من الدوام انه انا واقفة في استقباله، مش ابني. والله يا جماعة وتسامحوني اني بحلف كثير بس انا من اللي بشوفه انه في اطفال كانوا يروحوا من الدوام يكونوا واقفين على الباب يطبلوا ما حدا بيفتح لهم، وين الام؟ الام رايحة عند جيرانها، خصوصا لما احنا عندنا ايام في بعض الاحيان المدارس بيروحوا الاطفال بدري احيانا يعني لظروف معينة. فيعني انت دائما ضروري انك تكوني متواجدة في البيت لما ابنك بده يروح من البيت، هذا اشي طبيعي، هذا الاشي الطبيعي والصح. يعني من اول ما يفوت على البيت مش انت تمسكي، مش الولد يضله داير في يحط يرمي الشنطه ويطلع برا يصير يلعب زي ما بيعملوا كثير ناس من اللي بشوفهم، لا يا عمي ما بزبط، خذي منه شنطه تحطيها على جنب، ما تطبش في الشنطه، ما تلمسيها، ما تحكي له شو درسته وشو تعلمته، هذا الاشي غلط يا جماعه، ما بصير، ما بصير ولد اول ما يروح من المدرسه بلش تسالي فيه شو درست شو تعلمت شو اخذت، وتبلش تنبشي في شنطته، لسه ما اجى وقته. هذا اول اشي بدك تعمليه، بدك تحطي هالشنطه على جنب، بدك تمسكي هالولد تفوتي على الحمام تحمميه اذا كان لساته ما بيعرف يعني يعمل الاشي لحاله، تغيري له كل الاواعي، مش تحكي معنا الصبح لبسته، انتوا مش عارفين شو يعني روضه يعني او طفل صغير يعني انه بفوت على الحمام ما بيعرف ينظف حاله، اشي طبيعي يعني. فانت بدك تحمميه، الاصل انك تحمم الطفل. بعدين بالنسبه للبنات اللي شعورهم طويله وحتى الاطفال، ممكن يكون في اطفال مصابين في بمرض القمل او اشي، فانت اول باول بدك تحاول انك تنظفي راسه، يا حبذا لو يكون عندك زيت المخصص للحشرات انه كل فتره تحطي لها على شعرها، تعملي لها حمام على اساس انه انت كوقايه، لانه كثير كثير منتشر في المدارس. حممنا هالولد وغيرناه وطلعناه من الحمام، كنا مجهزت له اكل، اذا الولد حابب ينام لا خليه ينام اول اشي، ينام ويرتاح ويريح جسمه ويريح راسه بعد يوم اجهاد، بالنسبه له اجهاد الطفل يعني اشي مش متعود عليه.
وكمان مش المفروض انك تنامي 7 أو 8 ساعات، الاصل انه من ساعه لساعه ونص انه ينام هدول يرتاح فيهم وخلص، اساس انه يعني إن من نعوده احنا ينام ويصحى بدري. عرفتوا كيف علي؟ صح الولد من النوم مش يكون اكله جاهز، غدا جاهز، نكون عاملين له وجبه يعني صحيه، خليه يتغدى ويصحصح الولد. اللهم صل على سيدنا محمد. بعدها لحقي في حبه فواكه بكاسة حليب، مش غلط إذا كان طفل صغير لساته، خليه يتنشط، العقل السليم في الجسم السليم طبعا، ما أنتوا كلكم بتعرفوا هذا الحكي. بعد هيك يا جماعة الخير فترة بنجلس إحنا بنعمل إحنا وياهم جلسة. صدقوني إني أنا هذا اللي بحكي لأنه كنت أشوف أولاد مضغوطين كثير. فإيش الأمهات كانوا يفكروا؟ يفكروا إنه الولد من أول ما يفوت على البيت، والله من أول ما يفوت على شو أخذته شو درسته شو تعلمته، هات فتبلش نبش بشنتته وتطلع بالكتب وتبلش الدرس وتكتب فيه. طب حرام عليكي، حرام عليكي، الولد طفل بهالعمر هذا، أعطيه مجال، خليه يرتاح، خليه يتنفس، مش من أول ما روح أنت تبلش، لا روح نام وتغدى وصحي من النوم وبقعد معه بحكي معه. آي ماما شو اليوم أنتوا عملتوا في الروضة؟ لعبت انت والولاد؟ مين صاحبك؟ مين هم اصحابك؟ احكي لي شو اسمهم، شو عملت انت وياهم، شو سويتوا، شو انبسطتوا وعملتوا هيك يعني. بعد هيك وين لما هيك الولد يشوفه هيك ارتاح ونفسيته ارتاحت، يلا يا ماما شو رايك تجيب الشنطه خلينا نشوف شو اخذت اليوم. بمسك شنطته بتفقد له اياها. والله يا جماعه انه في اولاد كانوا نفتح شنطهم اللانش بوكس تبعهم يكون فيه الخبز معفن. تخيلوا ولد في هذا العمر يروح ثاني يوم على الروضة يفتح اللانش بوكس ويطوله يأكل هاي الخبز، يعني لهيك درجة تسيب يعني مش طبيعي، مش لهالدرجة يعني، حرام يعني، والله يا حرام. بتفقد شنطته، بشوف إذا المعلمات حاطين له أو المسات حاطين له ملاحظات، بشوف شو أخذ، بشوف شو أكل سندويشته ما أكلها، بسأله عن كل شيء، بسأله عن كل إشي عمله، بحسس إنه أنا مهتم فيك. مش أنا بس بدي مستعجة عشان أخلص عشان يجي العصر عشان أروح أفر عند فلان وعلنتاني بس عشان أضلني أنا وأضلني بس داير ورا سيرة النسوان، والله حرام وعيب وما بصير هذا الإشي. أنا بحكي حكيتكم، أنا بحكي عن تجربة، أنا بحكي عن تجربة، مش بحكي بس يعني إنه بدي أتسلى. هدفي إن شاء الله لوجه الله تعالى علشان إن شاء الله إذا الصبايا اللي في بداية الزواج وأول خلفتهم وراحوا على المدرسة يأخذوا من الأفكار اللي بحكي لهم إياها. بخلص الولد دراسة، بخلص واجباته، بساعده. في شغلة كمان يعني إن شاء الله لقدام راح أحكي لكم أمور أنت راح تفيدك يعني في المستقبل تريحك في تدريس الطفل. بس مش هسه، ما بدي أستعجل الأمور كلها. خلص الولد من الدراسة، بضب له شنطته، بجهز له الجدول حسب شو عنده ثاني يوم، بحط له اياهم بهالشنطه وبسكرها. واذا انتم برضه متذكرين اشياء يا ريت انكم تحكوا لي اياها. اللانش بوكس بحطه على اساس ان اجهزه واغسله، مش اتركه في الشنطه لثاني يوم، انه يومين ثلاثه وعدم اخذ اللانش بوكس مش مغسول، بس بحط السندويشه برضه بطولها. يعني احنا المعلمات من اللي كنا نشوفه، يعني شو بدي احكي لكم، يعني نفسي هيك لو بدي أضلني أفضفض وأحكي من هون لأسبوع ما بخلص. فأنتوا اسمعوا مني وممكن أنكم تستفيدوا أو تأخذوا ألفت نظركم لأمور أنتوا مش منتبهين لها. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. في أمور يعني انه ضروري برضو تنتبهوا عليها، شغلة انه الولد بده وقت انه يرتاح فيه، بده يلعب فيه، عطوهم يعني متنفس. خلص الولد من دراسته، بفتح له على التلفزيون على اشياء معينة، مش عطيها الموبايل يا جماعة. برضو شغلة انه الولد ضله ماسك الجهاز او الجوال من ساعة ما يروح لحد ما ينام، بخلي عنده انه ما طلعش الولد طاقته الجسمانية، ما طلعها، ضلت بيجي ثاني يوم على الروضة بيجي بفرغها في الأولاد وفي الروضة وهذا كنا كثير ننبه الأمهات لإله. خليه خذي منه الجوال، في نظام كثير حلو ابني بيعمله، إنه بيحدد مثلا ساعات اللي مسموح للطفل فيها يضله قاعد فيها على الجوال، كثير عجبني. خلص بعد مضي هذا الوقت بفصل الجهاز وبيعمل الباسورد يعني معي، لو يضلوا لتاني يوم خلص بيضلوا مسكر لحد ما هو يرجع يفعله كمان مرة. إذا عجبكم هذا النوع من الروتينات احكولي، وبتمنى ما تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني على الإطالة.